في شهر رمضان في جانبين، جانب ما يرتبط بالله عز وجل وجانب ما يرتبط بالعبد. في جانب الله، رب العالمين جعله شهر فضيلة، جعل الثواب فيه مضاعفا. يعني في الأيام العادية أو الليالي العادية من شهر رمضان واحد بأكثر من 6000. يعني إذا كنت أنت إذا قدمت صدقة لفقير يعطى لك، نفترض فيلا في الجنة، في شهر رمضان يعطوك 6000 فيلا بنفس الصدقة. لأن الحديث الشريف يقول الآية بالقرآن، يعني حينما تتلو آية من القرآن الكريم في شهر رمضان فإن الله عز وجل يعطيك ثواب ختمة القرآن، والقرآن فيه أكثر من 6000 آية. أما في ليلة القدر ف30000 ليلة القدر خير من 1000 شهر، من 1000 شهر، والشهر 30 يوم. فأولا من جانب الله عز وجل جعله شهر ينزل شآبيب رحمته في هذا الشهر الفضيل على عباده. هو ينزل، احنا ما نشوف، الملائكة تنزل، الله يقيد الشياطين. ولذلك في العالم الإسلامي كما نقل ولعهد بريطانيا الفعلي تشارلز قال في إحدى محاضراته في الرد على أولئك الذين يقولون لما تبيعون الكنائس للمسلمين في بريطانيا، وتعرفون أن رئيس الكنيسة في بريطانيا الملكة أو الملك، يعني نظامهم يختلف عن نظام الكاثوليك حيث أن رئيس الكنيسة هو البابا، سيكون هو رئيس الكنيسة. فرد على هؤلاء قال في العالم الإسلامي الجرائم تصل إلى النصف في شهر رمضان، وهذا أمر مهم. دائما الجرائم عندها خط بياني مرتفع في جميع الدول. يعني إذا كان العام الماضي عندهم 1000 سرقة، السنة عندهم 1500. في عالم الإسلامي في شهر رمضان تنتكس الجرائم، تصير نص. هذا من فضل الله عز وجل على عباده. أغلب الناس الذين اهتدوا إلى طريق الله اهتدوا في شهر رمضان المبارك. اسألوهم يقول مثلا في شهر رمضان مريت، شفت مجلس، قعدت، سمعت كلام لطيف حلو جميل، صار عندي أصدقاء، فتغيرت حياتهم.